يا اخوان رب المصحف نار. ارجم 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 انت شبك ثاني قول بسم الله. يا هلا والله حياكم الله في قناة الرجل الضخم. جعلنا لكم بتحدي جديد يكسر الحديد. اليوم راح نسوي لكم تحدي فيفا دور دراف الجزء الثاني. وطبعا زي ما انتم عارفين يا متابعين اي هدف يجي في بابي راح اكل النودلز الاكس 2. قبل ما نبدأ إذا تبون يستمر في سلسلة تحديات فيفا أو تبون يلعب ألعاب رعب ألعاب مغامرات سيارات اللي تبغوه اكتبوا لي إياه في الكومنت وبإذن الله أسوي لكم هو التحدي الجاي. ممكن نقول الميدان يا حميدان. يا رحمن الرحيم طبعا إحنا بنلعب بتشكيلة 4-2-3-1. يا رب يا رب إيش من البداية الحظ محس ليش؟ ها؟ البداية الحب محس نبغاكم ديننا الحب زبطونا يا فيفا. ونشوف المهاجم ان شاء الله طلع شيء كويس. هم رب الكعب رتم خايس كذا كذا نوقف كذا ما نلعب نوقف. اوه نبغى شيء قوي. خذ لك ولا واحد كويس يا رب شيء كويس يا ربي. برضه ما عنده مرجع يا ابوي نبغى شيء كويس. أنا 100% مهزوم. طبعا هذه تشكيلتنا والله الحظ بريالين مو بيدي هذه فيفا وهذه اللي طلعوا عليها ما ايش اسوي لكن ما راح نستسلم ونقول الميدان يا حميدان. حلو حلو تحية طيبة لكم مشاهدينا. نبدا اتوقع اني راح افوز يا متابعين التشكيلة الضعيفة هذه. ايتو ايتو امكانية للتسديد ايتو لا ايتو والله العظيم ايتو لا 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 اتفقنا على كده اتفقنا على كده. يا دوم يا عاد ليه 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 ارجم 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 اخلط يا حبيبي اخلط. بداية المباراة انا ما عندي الا جلد حتى والتشكيلة ضعيفة جلد. نحاول نسيطر عشان لا ناكل ندرز الاكس 2 مبريح. شوف نفسه لعيب ونفسه يعني يكسر راسه اكتب لي في الكومنت انا لعيب ادق خشمك دق. اوه خطيره والله خطيره. انطلت بالكره نحو المرمى. اوه حارس قال سوبرمان. ها اوكي اوريك انا اوريك اللعب احاول اهزم على الصفر على الصفر عشان اعرف ان الرجل الضخم ده لا رخص. يلا يا شباب يجوا شباب. يا حبيبي كنت تختاره حافظ على النتيجة حاول تستحوذ على الكورة ولا تجيب العيد. نبدأ شوط ثاني نقول بسم الله. يلا يا حبيبي صدقنا خليك تنسحب. أوه يباني أضغط عشان يجيني مرتدة لكن أنا أذكى منه. كل فريق ورا دفاع مطلق كل الفريق ورا. خذ راحتك ما أنا تفرق معي تفرق معي. إيش فايز أربعة كيف أضغط عليك؟ هرجع العب لعبة الضعاف. الكرة اخترع حارس المرمى. القوم القوم يا عطف القوم.
دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. تعال مباراة ثانية وديني يا حبيبي. الراجل الضخم جلاد الخصم. ما في الا جل. المباراة الأولى 5-0، نشوف المباراة الثانية. قبل ما نبدأ المباراة الثانية نسينا نسوي النودلز. عندي إحساس المباراة الثانية حاكل لقمة لقمتين. وهذا الصوص يا معلم. يا ربي. والله راح نصلخ سلخان. قلب النودلز. الريحة راح احكي لكم متابعين. حرارة خليك تروح الحمام طيارة. قلب النودلز صار جاهز. ويلا نبدا المباراة الثانية. البطولة بإذن الله. سلام.